خليفة أهو أهو يا صباح الزبرجة ده معلم حنش. صباح الفل يا معلمين. اقعدوا. ايه ده؟ انا شفتك قبل كده. الله، انت نسيتني ولا ايه يا معلم؟ ماهر الدغش اللي كنت ماشي مع نواعم. دغش؟ اه افتكرتك. ازيك؟ ازاي البت نواعم؟ بت ايه بقى؟ ده زمانها بقت تيتا دلوقتي. عرفك باخويا وصديق وحبيبي خليفة التاتش. زمل ايده تتلف في حديد. خليفة التاتش؟ شغلش بالك يا معلم، مش هتعرفني، ما سبقلناش سبق معرفة قبل كده يعني. مش مهم، اقعدوا. انا من الصبح بدور على صحبة تأنسني للصبح. ياه، ما احنا قاعدين نسميته ازاي ان احنا تعالى نقف كده يا خليفة. بص احنا واقفين دلوقتي كده قاعدين اهو. السلام عليكم. شفت قعدنا ازاي؟ احنا دلوقتي قاعدين اهو قاعدين. اهلا وسهلا. انا دلوقتي عايزك في حوار على السخان كده عشان مستعجلين بعد اذنك يعني. بندور على واحد من حبايبك العالي العشقيه اسمه حميده خرطوشه. خرطوشه؟ خرطوشه الواد حميده خرطوشه. ايوه. ماله ده؟ ماله ايه؟ بيقول لك عايزين نعرف هو فين. ده مش مركز خالص يا ماهر. ماهر؟ لا لا. ما انا ماهر، انا ماهر. ده خلص الموضوع ده من زمان وافتكرته الحمد لله. احنا دلوقتي عاوزين حميده خرطوشه. فين طريقه؟ نلقاه فين؟ سكته معروفه. ها، بيمشي على طول مع معلم اسمه. ايوه، سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. ايه يا خليفه، انت اتعديت ولا ايه؟ اه، ده بتاع التلات ورقات صح؟ الله ينور عليك، يبقى انت تعرف. وفي حد ما يعرفوش؟ الله، مش زبل وابنكار زينا. نلقى فين بقى؟ في مولة سيدي ال ها؟ الطشطوشي الحلي. تومار الاليوبي. الاليوبي ده اخو صلاح الدين. صلاح اسمه. لا لا، انا اسف، انا ما اتربيتش، انا كنت بهزر بهيس كده. انا ما اتربيتش. بالاذن احنا بقى عشان نلحق طريقنا. يا باشا، هو انا اعرف الارقام المتسجله عشان كمان اعرف اللي مش متسجله؟ عفاف، ما زعلناش منك. ها؟ بص يا باشا، الحركات دي سعادتك بتاعت البتعه. دي مين البتعه دي؟ بتاعت الجمعيه يا باشا. جمعيتي يا عفاف. انا هحكي لسعادتك على كل حاجه. بص سعادتك، اسم الله على مقامك كده. انا داخله انا ونسوان الحرجه معايا صغيره كده على قدنا. البتعه دي بقى يا باشا الحكام دار بتاع الجمعيه، هي اللي بتقبض مننا الفلوس وترجع توزعها تاني. احنا نستعبط يا بت، ودي اللي هيخليها تكلمك من رقم غريب يا باشا. ما هي دي حركاتها يا باشا. هي كل ما تلاقيني بعوق في الجمعيه وتكلمني من تليفونها المحمول ده على رقمي وانا ما بردش، تكلمني من ارقام غريبه يا باشا. قال ايه؟ بتترصد لي. ماشي، اسمع يا فاف، أمرني يا باشا. انا هتصل بالرقم ده دلوقتي. لو المحروس خليفه جوزك هو اللي رد، هتقولي اللي هقول لك عليه بالظبط. عيني يا باشا، تحت امرك. الله، ما تهبط يا هور. ما قلت لك يا اخي، انا عرفت لك كل حاجه عني، وخليفه كمان طلع عارف المعلم بتاعه. ايوه. طب ما تتاخرش، هنستناك على اول الطريق. يلا سلام 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 سلام. ايه قال لك؟ ايه؟ هيجي ياخدنا بالعربيه. مين؟ بنت مراتي. الو، افو افا، وحشتينا يا بنت. ما سالش عنك ازاي؟ ده انا في سيرتك كل يوم. انت فين دلوقتي؟ انا جايه على الطريق من نويبه. طب خلي بالك، انا مش في البيت. لا، حصل شوية لبش كده وانت مش موجودة. لبش؟ لبش ايه يا اخويا؟ كفالة الشر. هقولك بعدين. بصي، انزلي عند اختك انت، وانا هروح مشوار كده مع درويش وهبقى ارد على طول. مشوار؟ مشوار يا راجل؟ هقولك بعدين يا عفاف. اقطع دراعي من لغلوغه، الا لما كنت لايف لك على واحدة في غيابي يا خليفة. ايوه، يعني رايح فين؟ واحدة ايه يا وليا؟ واللي يعرفك يعرف حد. يبقى تقولي المشوار اللي انت رايحه. رايح المولد، مولد سيدة تمار الاليوبي. ايوه، فين يعني فين؟ ايوه فين ده يعني فين؟ الاليوبي ده هيبقى فين؟ في طنطا، في اليوب. ايه ده؟ ايه صدى الصوت اللي عندك ده يا بت؟ يا راجل بقول لك جاي على الطريق، يعني صحرا صحرا صحرا.
يا الصحراء فيها صدى صوت؟ اه مش في سراب؟ اه طيب يبقى في صدى صوت بس بيبقى قبل المغرب بثمان دقايق على حسب. يا جاي منين؟ يا جاي منين؟ من نويبع. يبقى ثمان دقايق. الحمد لله كنت هظلمها. لا عفاف ازعل افوفا. ماشي يا حبيبتي. عاطف نزلها الحجز. امرك يا ريس. باشا حجز تاني يا باشا. يا باشا يا باشا انا عايز اروح يا باشا. انا عايز اسافر على بعيد اليوم. يا خلف بيتك يا خليفه يوم ما شفتك باشا. احنا هنروح اليوم فعلا يا باشا. قلت حاجه ولا ايه؟ يلا بينا. صوابع. ده انا اخر ايد شفتها كانت 3:30. طب قوم بقى يا خرطوشه لحسن ابويا يطب ويسود عشتنا. طب قومي هزلنا هزتين حلوين كده عشان التعميره دي جامده قوي واسمها هز مستر. لا مؤاخذه يا خرطوش. يا لهوي قطعنا عليكم خلوه. مين يقعد يعمل التايخ انت وهو؟ اثبت اثبت يا اطلة دلدقلك مصارينك على الارض. اسمع كلام عمك الدخش عشان هو بيحب الدلدقه. بيحب الدلدقه قوي. انت هلا مين اللي كراك علوة شوقي؟ شوقي مين يا مولانا؟ انت مان عليك قصد عنوان غلط. انا ولا مؤاخذة معرفش شوقيات. ده انت ظريف قوي بقى وهتتعبني معاك. انت مين يا عم انت؟ ولا انت هلا مين اللي وزنك تقتل الراجل؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا مان عليكم مجانين يا عم ولا ايه؟ اه بالظبط. هوريك بقى الجنان.